هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. أعود بكم مع هذه الأسماء الكبيرة، سراب والعدملية وغيرها من الأسماء المميزة. هناك العدملية فرضت نفسها سيدة للموقف، تتحكم بالمسار. الله الشوط الرئيسي منتصف المسافة، نقطعه لا مع العدملية في الصدارة عامر بن سعيد بن سعد الرفادة. أما المركز الثاني فتصل الظبي كردوس بن محمد بن سالم العامري، وثالثا أجد البريدي هناك مع مزاج حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. أما المركز الرابع الذيبة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. أما المركز الخامس هنا يتدخل قهاب، ينطلق قهاب مع سرابة حمد بن علي بن حديد المري، يضرب بيد من حديد. ما شاء الله هذه النتيجة. أعود إلى بن كردوس من غير موازين الأمور لصالحه هنا مع المركز الأول، بعد أن سيطر على المركز الأول يعود من جديد بن كردوس العامري مسيطرا ومنطلقا مع الظبي في المركز الأول. الكيلو الأخير في شوط الجر، في شوط لا يرحم، في مسافة هي 3 كيلومترات. الظبي مع المركز الأول، العدملية في المركز الثاني. أجد هنا الظبي تتحرك مع تحركات سعيد بن مبارك بن محمد الفيدة المري. إذن هنا بن قطامي يعتقد بأنه ينطلق في المركز الثاني إلى المركز الأول. الظبي سعيد بن مبارك بن قطامي المري، ما شاء الله يا الظبي، تنطلق بسرعة الظبا، اصدرت عليها التعليمات في منطقة العمليات فجاءت بهذا الأداء في هذا الرقص الأصيل. ما شاء الله الظبي مع المركز الأول. المركز الثاني شوق حمود بن محمد بن سالم الوهيبي أبناء السلطنة في ثاني المراكز. ثالثا نجد هناك مغفة محمد بالعوض بن يحيى المنهالي، ولكن ما زالت الصدارة الظبي سعيد بن مبارك بن قطامي، ولكن الوهيبي. الله يا شوق، أخذها الشوق، أخذها الحنين، أخذتها مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الأمور الانتزاع الشوط الأول الرئيسي. سلام السلطنة، سلام، سلام يا الوهيبي، سلام سلام. الله الله الله، هذه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الظبي إذن تخطف المركز الأول بشوق، والتوقيت في خطر مع شوق الوهيبي. سلام والناموس. المركز الثاني كان من نصيب مغثة محمد بن عوض بن يحيى المنهالي. المركز الثالث الظبي سعيد بن مبارك بن محمد بن قطامي المري. المركز الرابع جاءت فيه هدف لعبد الله بن علي بن حمد بن مبارك الفيدي. والمركز الخامس كان من نصيب الجازي لمسعود بن سعيد بن سالم الفيدة المري. توقيت مشاهدينا الكرام يتسجل واعتقد للمرة الأولى في ميدان الشيحانية، في ميدان الشيحانية لمسافة 3 كيلومترات. نتذكر التوقيت الزمني الذي كان توقيته بلهان في العام الماضي لمحمد بن سعيد بن بخيت الجربوعي المري تقريبا 4 دقائق و24 ثانية. فمع شوق يتحطم التوقيت الزمني تحت خفها، وبالتالي هذا هو الاشتياق، وإلا فلا. ما أجمل هذا الشوق، ما أجمل هذا الحنين، ما أجمل ذلك الاشتياق الذي يأتي بالناموس في يوم مثل هذا اليوم، الذي يأتي بالتحدي في تحديات ميدان الشحانية، في يوم فيه ترفع الرؤوس يكسب الوهيب الناموس. التوقيت الزمني 4 دقائق 20 ثانية 33 جزءا من الثانية. هو توقيت شوق لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام السلطنة، سلام. المركز الثاني كان من نصيب مغثة، وتوقيت 4 دقائق 23 ثانية 78 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للسيد محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. أما المركز الثالث فجاءت فيها الظبي، وتوقيتها 4 دقائق 24 ثانية 24 جزءا من الثانية. تهانينا لسعيد بن مبارك بن محمد بن قطامي المري على فوزه بالمركز الثالث. الله